ولم يجعل له ايش؟ احمد الله كتابكم هذا ما في عوج. أقول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حق صاحبه الذي إذا زرتم المسجد سلمتم عليه وعلى صاحبيه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهما وعن سائر الصحابة، لما وقف على منبره هنا في المدينة قال: ما من أحد، لما كان النبي يودع الصحابة وكان يعد للانتقال للآخرة ولم يفهم أحد أن الخطبة التي خطبها عليه الصلاة والسلام وداع إلا الصاحب الصفي الصادق الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقام في المسجد والناس سكوت، ما تعود الناس أن أحد يقاطع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تكلم القائد الجميع يسكت، وإذا تكلم محمد الجميع يذعن ويسمع ويقول سمعنا وأطعنا. وأبو بكر رضي الله عنه لا يقاطع، هو أول من اتبع وأول من صدق وأول من آمن وأول من نصر، لكنه فهم الكلام وعرف المقصود، فقام في نصف المسجد يتكلم: فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا، فديناك بأنفسنا. فالناس استنكروا، كيف يقاطع النبي على منبره؟ فقالوا: اسكت يا أبا بكر واجلس. لكن هذا الكلام لا، أبو بكر خط أحمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوا لي صاحبي، والله ما منكم من أحد له فضل علينا إلا وفيناه إياه في الدنيا إلا أبا بكر، فإني جعلت جزاءه على الله، كل الأبواب تغلق إلى المسجد إلا باب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الشهادة تكفيه من حبيبه صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه وأرضاه. الليلة حديثنا عن الكهف، وعنوان هذا اللقاء عنوان ضمني أضعه أنا الليلة: كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. بعضنا يقول: أنا واحد، كيف أستطيع أن أغير العالم؟ أقول لكم حكمة أو قصة صينية. رجل يقرأ جريدة، يقرأ له جريدة، وجه الجريدة اللي هو يقرأ يشوفه الكرة الأرضية، يشوف الكرة الأرضية في الجهة التي يقرأ فيها، والكرة الأرضية ينظر عنده واحد من أطفاله ولده يلح عليه: يبا اشتر لي كذا، عطني كذا. والأب لم يلتفت له، هذه قصة مذكورة في مذكرات الصين وليست من كيسية. الأب لما نظر إلى الولد يلح عليه قيل أنه أخذ الجريدة وقطعها، يعني زي اللي طفش وزهق من الولد فقطع الجريدة ورماها، ورجع الولد كعادة الأطفال يلح على والده مرة ثانية: أبغى تعطيني، افعل لي كذا. قال له أبوه: شرط تعجيزي، إذا أردت أن أعطيك ما تريد فعليك أن تعيد الجريدة كما كانت. صعب، الجريدة تقطعت. قام الولد أخذ الجريدة، خلال دقائق رجعها زي ما كانت. سأله الأب: كيف قدرت ترجعها؟ قال: يا أبوي أنت كنت تنظر للجريدة هنا وتشوف أنت الكرة الأرضية، لكن الوجه الثاني كان فيه وجه رجال، في يوم قطعته كان سهل علي أني أركب العين والخشم والإذن والرأس والجبهة، فاكتمل بسرعة. شاهد حديثي أن هذا الوجه اللي في قفا الجريدة عدل الكرة الأرضية كاملة. أنا أقول اليوم من سورة الكهف: كن أنت التغيير الذي تريد أن يكون في العالم. تتغير نواميس كونية لأجل مجموعة الشباب سبعة فتية، اللي عنده هم ورسالة وهدف، وهذه رسالة لكم كلكم جميعا، رجال ونساء وكبار وصغار، وخاصة الشباب اللي عنده رسالة وهم يستطيع أن يوصل هذه الرسالة. معقولة واحد يغير الدنيا؟ أي معقولة. وأنا سأثبت لك من خلال الكهف اليوم أن بإمكان الأفراد والفرد
إذا كتب الله له التوفيق والقبول أن يغير العالم، ويستطيع أن يغير. الواحد يصيرون عشرة، والعشرة يصيرون عشرين، والعشرين يصيرون مئة، والمئة تصبح ألف، والألف تصبح أمة وجماعة، فيكون الأثر ويكون التغيير. من هم المصلحون إلا أفراد؟ من هم الأنبياء إلا أفراد عليهم الصلاة والسلام؟ يبعث الرجل النبي في أمة كاملة، وقد يبعث في أمة ثلاثة واثنين، فعززنا بثالث. لكن هذا التأثير من شخص يكون إذا كانت هناك إرادة وعزيمة مع صدق نية إن شاء الله تعالى وقبول وتوفيق من رب العالمين. أنا أقول للشباب اليوم بتكلم عن اليوم جمعة، وأغلبنا قرأ سورة الكهف، ونقرأ هذه السورة كل جمعة، وإن كان القراءة يوم الجمعة اختلف العلماء هل أفضلية القراءة للكهف أو ليوم الجمعة، هذا محل خلاف، ومن أخذ به على أنها فضيلة في يوم الجمعة فله في ذلك سلف ولا يثرب عليه. لكن احنا نقرأ سورة الكهف ونبغى نعرف ملامح هذه السورة. الحديث في سورة الكهف ليس عن أنبياء ولا عن صحابة ولا عن أئمة، بل عن شباب. لا آسف، ما هم شباب، فتية. في مصطلحنا نقول مراهقين ولا لا؟ إنهم فتية آمنوا بربهم. الفتى في اللغة ما يتجاوز عمره 17 سنة يقال عنه فتى. 17 سنة، وين أبو 40؟ أنا ما وصلت 40 ولا لا يا شيخ أدنى. وين صاحب 30 و50 وأكثر وأقل؟ إذا كنا نتحدث عن شباب بتوفيق الله استطاعوا يغيرون البلد، سؤال، تبغى تشوف بلدك كيف؟ كيف ودك تشوف المدينة والمملكة ومصر وتونس واليمن سوريا وغيرها؟ كيف تبغى تشوفها؟ كيف تريد أن ترى العالم الإسلامي بل الدنيا كلها؟ كن أنت التغيير الذي تريده في العالم. وذكرت لكم هذه القصة الصينية، قصة اليوم شباب عاشوا الفكرة يبغون يشوفون بلدهم أمتهم قضية مختلفة. وراح أذكر لكم هنا لأن احنا لازم نفهم ما هي القصة أصلا، وعندي وصايا في آخر هذا الحديث. عدد هؤلاء الشباب 6 أو 7، وبعض العلماء يقول أنهم 7. تغيرت نواميس الكون لأجل شباب في مصطلحاتنا نقول عنهم مراهقين. هذه التسمية طبعا لما تلفظ لفظ المراهقين بعض الناس يجي في ذهن المراهق يعني منحرف، لا، المراهق هي مرحلة عمرية، سن يمر فيها كلنا، مرنا بها يمر فيها الشباب، لكنها كانت في تلك الفترة مرحلة متقدمة جدا، بمعنى أنهم فتية آمنوا بربهم. قال الله وزدناهم إيش؟ هدى، إيمان وزيادة هدى. الله يزيدنا وإياكم هدى. الهدى هو أن ترى معالم الحق بوضوح. بعض الناس عنده الحق لكن ما يفهم، ما في هدى، يأخذ الأدلة على مراده، لكن حينما تهتدي إلى الحق عن طريق الدليل وبهذا الإيمان المكنوز الذي في داخل قلبك تتغير حتى معادلتك الشخصية، تتغير وتصبح شخص مؤثر على أمته. أنتم يا عيالي ومن يشاهدني، لا تستصغر نفسك، وحنا يا الكبار أقصد في السن لا نقول لعيالنا أنت ما منك قيمة، أنت ما تقدر تسوي شيء، لا، نحن نقول لشبابنا أنك رغم صغر السن إلا أنك قادر على أن تقدم. يقول واحد يعني تبي تقنعني وتفهمني أن هذه القصة أو الشباب غيروا مجرى؟ أنا أقول تغيرت نواميس كونية لأجل هؤلاء الشباب، نواميس كونية. لا يمكن نقرأ سورة الكهف في كل جمعة إن صحت رواياتها، أو لها أفضلية في قراءتها
متفق على أن من قرأ 10 آيات منها أو حفظها عصم من الدجال، هذا بلا خلاف. لا يمكن أن نقرأ سورة تضيء لنا ما بين السماء والأرض إلى عنان السماء في بعض الألفاظ ولا يكون هناك أثر حقيقي من هذه السورة. ليش نقرأها كل جمعة؟ هذولي ليسوا رجال بمعنى أنهم وصلوا سن الرجال، لكن أفعالهم أفعال الرجال. وترى في فرق بين الرجل والذكر، الذكر حتى في القرآن ذكرها الله في أمور الدنيا وللذكر مثل حظ الأنثيين، أما الرجال لا، مهمتهم أكبر، ما يذكرون إلا في المهمات الصعبة والأمور الشرعية. وجاء من أقصى المدينة إيش؟ رجل يسعى، من المؤمنين إيش؟ رجال، وصفاتهم صدقوا ما عهدوا الله عليه. وقال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال إيش؟ رجال. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هؤلاء فتية في أعمارهم لكنهم رجال في أفعالهم. القصة معجزة قرآنية، ومن دلائل نبوة النبي سورة الكهف صلى الله على محمد، كل ما سمعتم اسمه صلوا وسلموا عليه، هذا حبيبكم عليه الصلاة والسلام. من نحن بدون محمد عليه الصلاة والسلام؟ أمة عمياء ضالة منحرفة قاسية ظالمة، فجاء عليه الصلاة والسلام فأخرجنا من ظلمات إلى نور، ومن جهل إلى علم، ومن ضعف إلى قوة. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أحد في الدنيا له فضل علينا كفضل محمد عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، فلنصلي عليه ولنكثر الصلاة والسلام عليه. وجاء من حديث أوس بن أوس كما في صحيح مسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل على محمد. حنا الآن في جامع الجهيمي، وإن كنتم في المدينة تنتقل صلاتكم محمد وخالد وفهد ونورة وحصة من هنا إلى حبيبك عليه الصلاة والسلام، فيرد عليك السلام. وإذا صليت عليه قال: أدع لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويقضى دينك ويغفر ذنبك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. هذه القصة تدل على نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يبغون دليل، قريش مزعوم، يقولون جيبونا دليل على كذب محمد عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينطق عن هوى صلى الله عليه وسلم، لكنها العناد والاستكبار. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون، وكانوا يريدون كذبا وزورا أن يبحثوا عن خلنا نقول خرم. لذلك لو تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد شخصية مخلوق على وجه الأرض حفظت سيرته من ولادته حتى موته إلا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. حنا أحيانا نضيع، تقول والله قبل 20 سنة والله ما أدري إيش كنت أسوي، أذكر والله أني نسيت، لكن سيرة محمد محفوظة منذ أن ولدته أمه وحتى توفاه ربه صلى الله على محمد. ولذلك يبغون قصة. هي نزلت السورة في مكة وقريش قاعدة تقول لميد الرسول كذاب كذاب شاعر، ويريدون يثبتون هذا الفرية والكذبة. بس ما صدق بعض القرشيين، ما صدقوا أنه كذاب، لأنهم كان يقول عنه أنه الصادق إيش؟ الصادق الأمين قبل الهجرة أو قبل البعثة. فقالوا نبغى نجيب دليل دامغ، حجة، وثيقة سرية في زعمهم تثبت أن محمد كذاب. فأرسلوا 2، النضر ابن الحارثة وعقبة بن أبي معيط، قالوا: تعالوا أنتم أصحاب المهمة الصعبة، تروحون إلى اليهود أحبار اليهود، نرسلكم لهم وتسألونهم يعطونكم شيء لا يمكن يعرفه نبي في كتبهم ووثائقهم السرية حتى نختبر صدق هذا الرجل أنه نبي أو غير نبي. راحوا المندوبين السفراء 2 النضر وعقبة، وذهبوا إلى أحبار اليهود
قالوا أعطونا شيء نقدر نحج فيه محمد، نقول له كذاب. فجلسوا يفكرون، قال لو طلعنا له شيء نسأل عن شيء في التوراة قد يكون بلغه الخبر، وفي الإنجيل قد يكون بلغه الخبر، فحنا لازم ندور له شيء لم يكن لا في التوراة ولا في غيرها من الكتب السماوية. القصة هذه حدثت بعد عيسى عليه السلام 150 سنة بعد ميلاد المسيح، فأكيد ليست في التوراة. قصة لا يعرفها إلا عدد بسيط جدا، ومنهم الأحبار هذول والرهبان. فقالوا اذهبوا إلى محمد واسألوه سؤالين صلى الله عليه وسلم، حنا اتفقنا أن نصلي عليه كل ما سمعنا اسمه، فصلى الله على محمد. قال اسألوه سؤالين فقط. السؤال الأول، في شباب فيما مضى اختفوا، كم عددهم واختفوا كم سنة؟ بس نبغى إجابة على هذين السؤالين. فجول النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد نصدقك إن أجبتنا على سؤالين اثنين، فتية أو شباب مروا على وجه الدنيا، هؤلاء اختفوا فجأة، كم عددهم وكم سنة اختفوا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرف القصة، وهذا يدل على صدقه أيضا أنه نبي. فقال النبي أعطوني مهلة إلى غدا، بكرة إن شاء بكرة أجي أقول لكم الخبر. جاء من بكرة، فكان النبي يتوقع أنه بينزل عليه الوحي، لكنه ما قال إن شاء الله، ما نزل الوحي. اجتمعوا كفار قريش، وين الإجابة؟ قال ما جاءني وحي، أعطوني بكرة بعد. و15 ليلة حتى الليلة الأخيرة قال غدا إن شاء الله أعطيكم الخبر، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ونزل جبريل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أقبل على أولئك قال أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذا ما جاوبهم، هم يبغون إجابتين محددة. إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حتى قال الله جل وعلا ولبثوا في كهفهم كم؟ 300 سنين وازدادوا 9. نزل رؤوسهم الأحبار خلاص. طيب هذه الإجابة الأولى، مجزوم بالمدة 309 سنوات، لكن يوم جاء عند العدد فقال الله تبارك وتعالى 4 أو كم عددهم؟ 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ثم قال 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ليش ما أعطاهم عدد محسوم؟ ليش؟ لأن نفس الأحبار مشككين، هم 3 4 7، فجتهم الإجابة حتى على نفس تفكيرهم هم. وهذه من بلاغة القرآن وصدق نبوته، الله قادر يقول يا محمد هم 7 انتهينا، لكن أنتم تقولون 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم. أعطاهم نفس الذي يفكرون فيه ونفس المعلومات التي لديهم. 309 سنوات، هذا تحدي. ويأتي هذا يقول عبد الله بن العباس، طبعا هذا منهج علمي، منهج علمي أن تناقش وتحاور الطرف بما لديه من معلومات. ولذلك عبد الله بن عباس يقول، الله يقول وما يعلمهم إيش إلا قليل، والله إني من هؤلاء القليل إن عددهم 7.
عددهم 7. هؤلاء الفتية مع هذا العدد لما بلغ الخبر لهم، طبعا القصة بالمناسبة يعرفها كل العالم، يعني جميع الديانات يعرفون قصة الكهف، الديانة النصرانية واليهودية، بل حتى الديانات الأرضية البوذية وغيرها يعرفون، معليش في المصطلحات يمكن في الإنجليزي يقولون The Seven Sailfers أو كذا، لو كتبتها الآن في جوجل تطلع لك كميات من الصفحات بلغات متعددة كلها عن قصة أصحاب الكهف، الشباب الذين ناموا أو اختفوا ومع ذلك يتكلمون عنها. ليش؟ من حكمة الله، لأن السورة هذه وبيجي الكلام تتكلم عن البعث والنشور ردا على الماديين اللي ينكرون البعث والنشور في كل الديانات، ما حد يقدر يقول ما وصلني الخبر، وهذه السورة تثبت هذا الكلام في آخر سورة الكهف كلها تتحدث عن ذلك كله. وهذه كما قلنا من دلائل النبوة. أهل الكهف عددهم 7، غير أنبياء ولا صحابة، يعني ليسوا أتباع مباشرين الأنبياء، ومع ذلك اسمعوا قصتهم. هذه للشباب عشان ما يجي أحد يقول والله يا أخي أنتم تكلمون عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وهؤلاء الله سبحانه وتعالى أعطاهم خاصية معينة أو لهم، لكن نقول تعال هذول شباب عاديين، وانظر إلى ماذا فعلوا، استطاعوا تغيير الأرض، غيروا الأرض، والله جل وعلا بقدرته ومشيئته وتقديره في سابق علمه غير نواميس الكون تجري مع وجهة هؤلاء الشباب الذين حملوا هذا الهم، لأنهم قاموا. الله يقول إذ قاموا فقالوا، هبوا هبة القيام الحقيقية، ما كانوا ناس كما يقال رخوين ولا يعرفون معنى الانتصار وهدى الناس وهدايتهم إلى الحق. القصة طويلة، والله يعيننا على الوقت أن نحاول نختصرها، أكيد طويلة 309 سنين لازم تكون طويلة، لأن 309 سنوات طويلة، لكن تقعدون معي 309 سنوات في المسجد حتى ننتهي منها، هي طويلة سنختصر، لكن نقف على المفاتيح المعالم التي بدأت القصة بعد المسيح ب150 سنة، وناموا 309 سنوات وصحوا 459، جت في النص بالضبط، يعني ملت ما بين عيسى عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم القصة دي ماخذ الجو. هذا الوقت بين المسيح وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الشباب هؤلاء طبعا أتباع للمسيح، على دين المسيح، دين سماوي قبل أن يحرف طبعا، وكانوا من أتباعه عيسى عليه السلام. معقولة؟ هذه لفتة مهمة، القرآن يتكلم على غير، يثني على ناس غير المسلمين، يعني غير أمة الإسلام من أمة محمد، هو أثنى على أتباع عيسى على التوحيد الحق قبل التحريف وقبل الكفر والشرك. نعم ديننا دين عدل وينصف هؤلاء، لكن عشان تتوازن الأمور نبه في بداية السورة على المسيحيين أو النصارى الذين قالوا إن الله اتخذ إيش؟ اتخذ ولدا. أول السورة إيش؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر به بأسا شديدا من لدنه وينذر الذين قالوا إيش؟ اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ممنوع. ولذلك هذه الموازنة، أنا أعدل نعم ما دام موحدا مؤمنا حتى لو لكم من أمة محمد نذكره بالعدل، لكن نحذر حنا ما نقصد المنحرف المشرك الذي قال بتعالى الله أن الله اتخذ ولدا، وهذا هو التوحيد والميزان الذي ينبغي أن نكون عليه. أيضا فيها رسالة ثانية، هذه من الوصايا، الرسول جالس يثني على من كان قبله صلى الله عليه وسلم، نعم يعني الأنبياء إخوان، والنبي يقول إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيت، جميل البيت، وبقيت لبنة،
قال: ما أجمل هذا البيت لو أكملت هذه اللبنة. قال: وأنا هذه اللبنة، صلى الله عليه وسلم. ديننا دين البناء. حنا بعضنا اليوم يجي مدير بعد مدير قبله فيهدم ما بناه المدير الأول، ويدخل في مكان وقف فيه أخوه وزرع وحصد وأنتج فيهدم المكان قبله حسدا من عند أنفسهم. الأنبياء لا، النبي صلى الله عليه وسلم يكمل ما بناه إخوانه الأنبياء، لأن كلهم يدعون ليش؟ إلى لا إله إلا الله، إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك الشباب فتية وصغار وفي بلد مظلمة بالكفر والظلم والشرك، البلد مليانة ظلم، وكان الواحد إذا قال لا إله إلا الله يقتل. الإمبراطور الحاكم الملك بقيانوس هذا ظالم، وأي واحد يسمع أنه يقول لا إله إلا الله ما فيها إلا قطع رؤوس. وكانت الناس تخاف من ظلمه وبطشه وقهره وبأسه الشديد. كان باقي واحد من أتباع المسيح هو يبحث عن الكبار، أي رجل كبير كان مؤمن بالمسيح يقول اذبحوه. وكان في واحد مختفي وأعماها الله عن الشباب الصغار، الشباب عماد، إذا استطعنا أن نزرع فيهم الحق والخير والهدى، بس بشرط بالاعتدال والمنهج والدليل والكتاب والسنة. أنا أقولها لعيالي اليوم، أن نحبكم ونفرح بكم في المساجد، بيوت الله ما تخرج إلا خير وصلاح وهدى ونور وتوفيق، لكن نحذرهم أنه ما يسلك مسالك المنحرفين فكرا. ما كنا نتصور في يوم من الأيام أن نشوف رجل يقتل أبوه ويقتل عمه ويقتل خاله ويقتل ويفجر في مسلمين في مسجد، أبدا. هؤلاء ليسوا أبناءنا، هؤلاء فكرهم ليس منا، ديننا لا، ديننا دين وسط، دين اعتدال، وهو دين عزة واعتزاز وقوة، لكن بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الشباب هذولي مثال لهذه النقطة. بقيانوس يقتل في الناس، وفيه شايب كبير من الأحبار والرهبان الموحدين، كان يتقنص يأخذ، معروف يتقنص عندكم ها؟ تمام الحمد لله. وكان يأخذ الشباب الصغار ويعطيهم معنى لا إله إلا الله، هو حاس أنه بينقتل وبيموت لكن يحاول يوصل رسالته. وأقولها لنا جميعا، ترى كلنا دعاة الحق، لا تظن أن اللي يلبس المشلح ويقعد على الكرسي ولا لازم يجيك الشيخ عدنان ولا إمام الحرم، هؤلاء خير وبركة، لكن أدي ما تستطيع في بيتك، لا تتحدث بما لا تعلم، ونعوذ بالله أن ندعو لهذا، لكن تكون داعية بسلوكك بأخلاقك بكلامك بتربيتك بتعاملك بصدقك بأمانتك، وإن استطعت بكلمتك وموعظتك ومحاضرتك وكتابك وتدريسك في الجامعة الداعية. بعض الناس عنده خير ويكبر سنه وهو ما قدم للأمة شيء، مصيبة، مصيبة أن يموت الإنسان ما له أثر. تخيلوا معي، مع أن الناس ما يحبون الموت بس مو بتفاؤل بالشر عليكم، لو فلان من الناس مات، أنا مت خلاص ورفعت على النعش والناس تمشي خلف جنازتك، أقول تخيل أنك تسمع واحد يقول والله ذا الرجل حليل، جاء وراح ما فكر له نفسه وعياله، جمع ذا الدراهم وكد عياله وراح، ما له قيمة في ذا، سبحان الله، صفر على الشمال. هل تفرق معك حينما يقال الله يغفر له؟ ما أعظم أثره على الناس، سبحان الله العظيم، نصح وجه دعا بنى مسجد كفى الأيتام رعى فقراء أدى عملا مبارك. هذا 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 الإحساس ينبغي أن يكون مليء في قلبك، لا تكن صفرا على الشمال، يجب أن يكون لك بصمة أثر قبل موتك حتى تحسب لك وتأتي يوم القيامة وعندك من الحسنات الشيء الكثير. المهم الملك وصل للرجل هذا الكبير في السن بعد ما بلغ له 6-7 أشخاص، ف
فقتله. الشباب اختفوا وسكتوا، ما أظهروا إيمانهم، خوف، كما قال الله عن مؤمن آل فرعون أنه كان يكتم ويش يكتم إيمانه، ما يقدر. إذا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في دار الأرقم في بداية بعثته، لأن نشر أنه مؤمن معناته قتلك ونهايتك. فهؤلاء الشباب عندهم يوم البلد تجتمع فيه، طبعا هم سخروا أنفسهم في إيش؟ سخروا أنفسهم في خدمة الناس، قالوا عندنا خطة فكرة نروح نخدم الناس. يقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسان. فقالوا نروح للناس، يدخلون في مزارعهم يحرثون معه، يجيبون له أكرمكم الله بقر أو ثور يحرث به مزرعته، يعطون الفقير، يساعدون في عمله، حتى كسبوا قلوب الناس، لكنهم ما بعد نطقوا بالإيمان. لما شعر جواسيس الملك أن هؤلاء الشباب شعروا بهم أنهم ممكن، كما يقال، هم طبعا قبل ذلك اجتمعوا في يوم عيد الملك بقيانوس، هذا يجتمعون البلد أو القرية في السنة مرة عيد لهم. فيوم جو شافوا منكرات عبادة لغير الله وبعض المنكرات الكبيرة والكبائر، ما تحملوا. أول علامة تبغى تعرف فيها إيمانك، اعرف نفسك كيف تتقبل الخطأ والمنكر أو لا تتقبله. فيوم شافوا الخطأ والمنكر والشرك، الأول سحب نفسه وراح جلس عند شجرة بعيدة على بعد، ما يعرفون بعض إلى الآن. الثاني سحب نفسه وعندها الشجرة، والثالث والرابع والخامس السادس السابع، فجلسوا تحت هذه الشجرة طبعا، وهم قد تقابلوا لكنهم خايفين من بعض، الجواسيس كثيرين، ولو بلغ الملك ان في احد مؤمن معناته موت، والكثرة كما يقال تغلب الشجاعة. فجلسوا ساكتين يناظرون في بعض. طيب وبعدين؟ قال واحد لهم: ما الذي جمعكم؟ انا الذي جعلني اترك هؤلاء امرا في نفسي، فهل فهمتموه؟ فهم كلهم عندهم الإيمان والتوحيد. قال واحد: نخبرك بس نتفق أن ما أحد يخبر عنا، يعني الكلام بيننا سري. فقال: أنا آمنت بالله وأشهد أن لا إله إلا الله. قالوا كلهم: نحن كذلك. هؤلاء لما اتفقوا، يا جماعة الله جل وعلا وصف حالهم، الصحبة يا شباب، قل لي من تصاحب أقول لك قدر ثباتك وإيمانك. تفضل. يا إخواني هذه هايلوكس رقم اللوحة ألف لام عين رصاصي مغطي على أشخاص. هؤلاء الصحبة، الله تكلم عن الصحبة وهذا للشباب مهمة. الصحبة يجب أن يفهم يا جماعة، يا آباء، يا أولياء الأمور، يا معلمون، يا من لكم باب في تربية الجيل، صحبة الشباب مهمة. الله يقول أصحاب الكهف، ويقول الله للنبي: اصبر نفسك مع الذين إيش؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الصحبة دليل خير إذا كانت على خير، ودليل شر إذا كانت ولا حول ولا قوة إلا بالله على شر. الله يقول: إذ قاموا. القيام منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم والله يأمره به، أمره أن يقوم ابتداء فيصلي: يا أيها المزمل إيش؟ قم الليل إلا قليلا، هذا لنفسك، وفي النهار: يا أيها المدثر قم فأنذر. ويقول له الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب. فرغ من ايش؟
النبي يفرغ من إيش؟ إذا فرغت من أمتك من قضاياها، من الجهاد، من تخطيط للرسالة، من نشر الدعوة، ما فراغ من بلايستيشن ولا ضياع أوقات في استراحات ولا في مقاهي ولا في مناسبات ليس لها أساس. إذا فرغت من قضايا الأمة والرسالة والوحي فانصب، قم. احنا متوقعنا فإذا فرغت تعبان نم ارتح، لا، فانصب وإلى ربك فارغب. ليش؟ إنا سنلقي عليك إيش؟ قولا ثقيلا. يقول العلماء لا يتحمل القول الثقيل والإيمان العميق إلا صاحب قيام الليل، اللي يقوم ينصب قدميه في آخر الليل في جوف الليل لا يعلم ولا يراه إلا الله جل في علاه، هذا يعان بإذن الله على كل أمر ثقيل. ولذلك قاموا قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إيش؟ إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا خائفين على الناس، خائفين على أمتهم. من منا اليوم يحمل هم من أمة؟ من منا يحمل هم يا رجل؟ خل الأمة، معليش، خل المفتي الله يوفقه وعلماءنا الأجلاء يحملون همها، والأئمة والكبار. من منا يحمل هم الحي؟ يمكننا بعد كبير الشقة اللي انت ساكن فيها يا رجل. من منا يصد بنفسه الفتنة عن نفسه؟ من؟ من منا؟ وهؤلاء يحملون هم أمم، وتنتصر أمم على أيدي هؤلاء، مثل صاحب قصة ياسين. الله سبحانه وتعالى اللي قلنا وجاء من أقصى المدينة إيش؟ رجل يسعى. الله بعث فيهم اثنين أنبياء وعززنا بثالث. يعني وش فائدة المؤمن هذا مع وجود ثلاث أنبياء؟ لكنه الهم الذي رفع التوحيد، الذي جعله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يأمرهم باتباع الحق. ويوم قتل المفروض خلاص دخل الجنة وانتهى الموضوع، يوم دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليتهم يشوفون النبي، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا يا جماعة، يا جماعة، هدهد نملة، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. نملة، نملة خافت على قومها، نملة. وهدهد جئتك من سبأ بنبأ يقين، ارتعد الهدهد لأنه شاف شرك، وجد امرأة تسجد للشمس من دون الله، يوم قال ولها عرش عظيم، تذكر عرش رب العالمين، وهنا فيه سجدة، ولله يسجد من في السماوات والأرض، حتى ختم الله رب العرش العظيم، كأنه يستغفر، آسف، استغفر الله يا رب، عرشها عظيم لكن عرشك أعظم. يا ليت عندنا هداهد مثل الهدهد، الله يكثر الهداهد التي تدعو إلى التوحيد. هدهد طير ويدخل سبأ، وكانت الله وصفها جنتان عن يمين وشمال، جنة. الطير المفروض يروح للبيئة حقته، الأشجار الخضراء والنهر والماء، لكن الذي لفت نظرا له بالجمال وله بالمنظر وله بالشلالات ولا الأشجار، لفت نظره الشرك الذي أغاظه وجعله جاء مباشرة. ولذلك أنا أقول هؤلاء الشباب كان همهم أن يهدوا أمتهم. الصحبة للشباب أقولها خاصة، يؤثر على ثلاث أشياء في حياتك، تؤثر على علاقتك بربك واحفظها عني، وتؤثر على علاقتك بأهلك ومجتمعك، وتؤثر على مستقبلك سواء الدنيوي أو الأخروي، قطعا يتأثر الإنسان بذلك. ثم تصف الآيات ذلك المشهد، لأن همهم التوحيد. يا جماعة أنتم تشعرون بقيمة لا إله إلا الله؟ قيمة التوحيد ترى حنا لأننا عشنا مسلمين ونشأنا في بين أبوين، وكان أبوين على الفطرة والتوحيد، اللي مروا في اسألوا من أسلم
من إخواننا اللي دخلوا في الإسلام. احنا في بلادنا هذه ولله الحمد والمنة عندنا مكاتب الجاليات يعلن بالعشرات في كل يوم في أنحاء هذه البلاد من الشرق والغرب. اسألوه كيف كنت وكيف أصبحت بعد أن قال لا إله إلا الله، رددوها وأنتم مقتنعين بها. وعلى فكرة ترى تشفع لنا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذا المنبر عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يشفع لكل من قال لا إله إلا الله. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أحق الناس بصحابتك أو بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. قولوا لا إله إلا الله ضمنتم شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان. ولذلك هم كان يردد في نفوسهم ويتردد في قلوبهم هذه الكلمة لا إله إلا الله، وفي حرقة لها لقد قلنا إذا انشطط، لأنهم رأوهم على باطل فأرادوا أن يكونوا على الحق. ساعدوا الناس وكسبوهم من باب المساعدة، ادخلوا في مزارعهم في بيوتهم يساعدون هذا في مزرعته وهذا في بيته، أحبوهم الناس. وطبيعة البشر تحسن لها تحبك، وكما أسلفت أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسان. فكسبوا الناس، بدأ يوصل للملك خبر أن في شباب نشك أن عندهم ريحة توحيد وإيمان، قال جيبوهم لي. وقامت الدنيا ولا قعدت، وارتفع صوته وعلى صراخه ودوت الدنيا علشان سبعة. تخيلتوا كم أعمارهم يا جماعة؟ أبغاكم تخيلوا 17 سنة وجاية خبر أن الملك يقول جيبوا حي ولا ميت، وش بيسوي؟ صغار، هذا في تقديرنا. اجتمعوا وهم يعرفون أن الموضوع، ولاحظوا معهم ولد عم الملك، من جملتهم ولد عم الملك، ومعهم راعي. ولذلك جاء قصة الكلب أكرمكم الله، ومعهم كلب مع الراعي. الكلب ذكره الله معهم عشان صحبته طيبة. ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، الله فضله وخصه بالذكر لأنه مع ناس طيبين، وهو كلب أكرمكم الله. هنا لما بلغ أولئك الخبر وسمعوا أن الملك علم بهم خلاص ما في اختيار، صعب. عندهم ثلاث خيارات: أن نرجع ونقول كفرنا بالله، وقال أعوذ بالله كيف نرتد، بالله ما نرتد لو تقطع رؤوسنا. الخيار الثاني أنهم يفرون، وهذا خيار صعب، شباب لا مال ولا مأوى ولا يعرفون أحد. أو ندخل ونواجه الملك ونضربه بالعنف ونتقابل حنا، ياهو اللي يصير يصير. لا الأولى ولا الأخيرة، واختاروا الثانية أنهم يفروا. هذا الفرار طبعا مو بخوف، هذا الاختفاء لبقاء الرسالة. الاعتزال هذا ليس البعد عن الناس، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من أن تعتزل الناس. هم لكن أرادوا أن تنتشر هذه الرسالة وذهبوا. قال لهم واحد: تذكرون فيه كهف كنا نروح نجتمع فيه ونتشاور، وش رأيكم نطلع له ولا لا؟ الكهف هذا اختلفوا طبعا المؤرخين هل هو في تركيا ولا في اليمن ولا في الأردن، لكن والله أعلم أنه الذي في الأردن، ويبعد عن عمان قرابة من 8 كيلو إلى 10 كيلو. أنا زرت الكهف ودخلته، وأي قريب من عمان في الجنوب الشرقي، وسأصف لكم الآن ما رأيت يعني بعيني داخل هذا الكهف. والله أعلم أنه هو الكهف الذي، وفي منطقة تسمى الرجيب على تصحيف الرقيم. وخرجوا من البلد هالعشرة كيلو هذه، طيب نروح نسلم على أهلنا نودع أمهاتنا، فيه هي لحظة تحتاج أن تختار، والاختيار صعب جدا 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 جدا. قالوا إذن نطلع. ولما ذهبوا إلى الكهف سألوا معكم شيء فلوس؟ قالوا معنا ورقة.
قطعة عملة هي الوحيدة اللي معنا، لو احتجنا شيء نشتري حاجة ممكن بعدين نرسل أحد إذا هدأت الأمور يجيبها لنا. الملك كما أخبرتكم أحضروهم أحياء أو أموات، فأخذوا أنفسهم وطلعوا واتخذوا القرار. يمكن يقول واحد هم رايحين خايفين، أكيد خايف وأكيد كان في قلق. ايش تحس فيه من الوهلة الأولى؟ خوف، مظلم، حيات، عقارب، أصوات مخيفة، جن، هذا اللي يطري على البال مباشرة، ظلام، توهان. فبالتالي أصلا مجرد أنك تقول بروح كهف أبدخل مغارة في مكان منقطع هذا خوف بحد ذاته، ومع ذلك اختاروا هذا الكهف. الله يقول وربطنا ايش على قلوبهم، الله ربط على قلوبهم. إذا ربط الله على قلبك لا تخاف. الله ربط على قلب أم موسى، ربط على قلبها. اسأل الله أن يربط على قلبك وأن يثبتك على دينه، لأنه إذا ربط على قلبك سبحانه وتعالى أعطاك الراحة. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على إيش؟ على قلبها. ولا من يعقل أم تحط ولدها في تابوت، ومن التابوت في اليم، ومن اليم تقعد تتركه ما يدري هو حي ولا ميت؟ في عقل يقبل ذلك؟ لكن لما ربط الله على قلبها انتهى الموضوع. ولا جتها أربعة أوامر صعبة جدا جدا جدا، ضعيه في التابوت، وين الآباء؟ إذا غبت عن عيالك يوم وش يصير فيك؟ فما بالك الله يجيك أمر يقول لك حط بنتك ولا ولدك في صندوق تابوت، والتوابيت يحفظ بها الأموات ولا الأحياء؟ الأموات بمعنى أنها محكمة إلى درجة حتى نسمة الهواء ما تدخل فيها الأصل، على أساس ما تتعفن الجثة. وحطي الولد في التابوت يا رب. يلا حطينا في التابوت، هذا التابوت افتحته وحطته. هي ظنت أن التابوت عندها تغطيه وتفتحه وترضع الولد ويتنفس مي مشكلة. يأتيها الأمر الثاني ألقيه في اليم. يا رب كيف ألقيه في اليم؟ يلقى في اليم، وشالته يخته وألقته في اليم. والله ما قال ضعيه، ألقيه احذفيه. فألقته في اليم وشافت الموج يلعب بالتابوت، خافت. جاءها الأمر الأصعب الثالث، قال ولا تخافي. حتى الخوف أنا سويت، حطيته بالتابوت ونطلته في قال ولا تخافي. طيب ما راح أخاف، لكن أبحزن على بعده. قال ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. رجع ولا ما رجع؟ رجع. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم إيش أن وعد الله حق. هذا وعد الله، إذا ربط الله على قلبك لا تخاف. اللهم اربط على قلوبنا واجعلنا لا نخاف إلا أنت، ولا نخشى إلا أنت، ولا نستعين إلا بك، ولا نتوكل إلا عليك. فربط الله على قلوبهم، ثم انطلقوا وذهبوا إلى باب الكهف. الله يقول لهم فأووا إلى الكهف. تعرفوا ايش معنى أن تأوي إلى الشيء؟ تدخل حضن لك. ثلاثة جبال ضيقة انطلقت منها أنوار، جبل حراء احتضن النبي وخرجت منها الرسالة النبوية، وجبل ثور، وهذا الكهف. معقولة جبل؟ أنا مرة تكلمت عن جبل أحد، طوله كم؟ 7 كيلو هو تقريبا، يعني ثلث ساعة يمكن عشان تدور عليه بالسيارة. وأتذكر حديث الرسول لما صعد هو أبو بكر وعمر، اهدأ اثبت أحد فإن عليك نبي وشهيد وصديق وشهيدين.
ثم قال أحد جبل يحبنا ونحبه. جلست مرة أنا رقيت على الجبل قلت يا جبل أنت صخر وتحبنا ونحبك؟ إذا أراد الله أن يقلب خصائص الأمور أحد يمنع رب العالمين؟ الذي جعل النار بردا وسلاما من؟ الله. الذي جعل البحر يبسا لموسى من؟ الله. الذي جعل عصا موسى ثعبانا من؟ الله. الذي أسرى بمحمد إلى السماء من؟ الله. الله الله اللي قال لهؤلاء فأووا إلى الكهف حضن ينشر لكم ربكم من رحمته. الخوف، الظلام، التوهان، العقارب، اللي نخاف من الكهف تكون رحمة؟ نعم تكون رحمة. جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي. ثم يذهبون هؤلاء الشباب، ولما جاء الإيواء والاحتضان، الإيواء ذكر في القرآن كم مرة؟ 4 مرات. قال الله جل وعلا ألم يجدك يتيما فآوى، وهذه سورة الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم. وفي قصة يوسف إيش قال الله؟ وآوى إليه أبويه. وفي قصة أيضا عيسى وأمه، عيسى ابن مريم وجعلنا ابن مريم وأمه وإيش آية وآويناهما بربوة. فالإيواء من الله، ولذلك نحن نقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. إذا تولاك الله يا جماعة توكلوا على الواحد الأحد، توكلوا على الله. إذا خرجت من بيتك وانت تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لك 4 أشياء: وقيت، هديت، كفيت، تنحى عنك الشيطان. بس بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلوا هذا الغار، والغار حينما دخلوه والكهف كما قلنا مفترق طرق وظلام، وهم يرون الآن الكهف ترى رمز، الكهف رمز فقط. الله ما سماها سورة أصحاب الكهف، سماها سورة الكهف، لأن الكهف هذا باختصار تختار إيش في حال الشدة؟ تختار الحق أو الباطل، تختار الهوى أو الشريعة والوحي، تختار رغبات نفسك والدنيا أو مراد الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. إني بليت بأربع يرمينني من نبل من قوس لها توتير إبليس والدنيا ونفسي والهوى، يا ربي أنت على الخلاص قدير. ثم دخلوا هذا الكهف، أنا جالس أتخيلهم الحين على بوابة الكهف وهم يقول يا رب حنا دعونا إلى دينك ودعونا الناس إليك، يعني ليش ما تمم الأمر؟ ما سوينا شيء خطأ؟ حنا أردنا أن ننقل الناس من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق. ولما دخلوا هنا كأنهم وكلوا من؟ اسم الله الوكيل. وهذه من وصايا سورة الكهف، لما تروح الواحد أنت واحد كتابة العدل ولله المثل الأعلى، يقول لك كاتب العدل توكل على إيش؟ تقول وكالة عامة، يوكل على كل شيء. تدري إيش معنات التوكيل مع الله؟ توقع عند الكاتب العدل صح؟ تقول وقعت أنا وكلت فلان بن فلان يقوم عن كذا ولله المثل الأعلى. أنت حينما تقول حسبي الله ونعم الوكيل وقعت أنك وكلت الوكيل عليك سبحانه وتعالى. إذا تولاك الله من يستطيع عليك؟ إذا فوضت أمرك إليه من يستطيع عليك؟ ففوضوا أموركم إلى الله. اللهم أني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. تفوض، قل حسبي الله ونعم الوكيل، واجعل الله سبحانه وتعالى هو وكيلك في كل شيء. ثم بعد ذلك النتيجة على الله سبحانه وتعالى، النتائج على الله. هم كان عندهم فكرة، حلم. بالمناسبة أنتم بتحلمون يا شباب،
مو بحلم النوم، هذا حلم النوم ما شاء الله بعض الناس يطلع لنا أفلام وقصة رواية، لا لا لا، بمعنى هل عندك هدف أمنية تتمناها للأمة؟ كل واحد يتمنى والله يودي يكون عندي راتب فلوس وظيفة، ودي أسوي كذا، جزاك الله خير، هذه أمور شخصية، والله يحققك ما تتمنى ما دامت ليست حراما ولا إثما. أبغى حلم كبير كبير، حلم تحلم أن يكون كبير للأمة، أن تكون مثل هؤلاء. ادع ربك في صلاتك يا رب، اللهم بلغ صوتي في الآفاق ناشرا الحق والسنة والهدى يا رب العالمين. اسأل ربك، اسأل ربك أن تكون عونا للفقراء والمساكين، اسأل ربك أن تكون بابا ذريعا في سد الفتن في وجه الأمة، تنكر منكر بالتي هي أحسن، توجه المخطئ، تفعل الأمر الحسن بمراد الله، ليكون عند الإنسان حلما كبيرا أن يكون إن شاء الله تعالى يتحقق له في حياته. الأمر الآخر من خاصية الإنسان الحلم، التفكير. الحيوانات أكرمكم الله لا تحلم، الأسد يسمونه ملك الغابة صح، لكن هل يستشرف المستقبل وهل يحلم وش راح يصير له بعد 20 سنة؟ لا، لكن من خاصية هذا الإنسان أن يكون عنده هذا الحلم الكبير. أنت تحلم أنك تبدأ من حرف ألف إلى الياء الحروف الأبجدية، لكن قدراتي ما أقدر، أنا يلا أقدر من ألف إلى باء، كثر الله خيرك، أنت سوي من ألف إلى باء والله يتولاك من باء إلى ياء، الله يتولى الأمر. في غزوة بدر في سورة الأنفال قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم اللي تقدرون عليه، عددكم 300 مقابلين 313 مقابلين 1000، أنتم أعدوا ما تستطيعون عليه، هذه قدرتنا. لكن بعد الآية هذه في سورة الأنفال ماذا قال الله؟ وما رميت إيش؟ إذ رميت ولكن الله رمى، لأنك أنت عندك هم قدرتك سويتها، جبت آخرك على ما يقولون، الله تولى الأمر كله حتى أتمه سبحانه وتعالى. هؤلاء الفتية دخلوا وقد وكلوا الرحمن سبحانه وتعالى. تدرون الكهف كم مساحته ولا ما تدرون؟ 90 متر، لكنها شقة مكيفة مفروشة حقيقة. أذكر لكم بعض الأوصاف في هذا الكهف، تهيأت لهم ينامون فيه 309 سنوات نوم، ترى ما هو بموت، نائمين، الله سبحانه وتعالى جعلهم نائمون هناك، ضربنا على آذانهم بس، لكنهم ما ماتوا أحياء. أول ما تدخل الكهف تجد مكان مثل غرفة الاستقبال، ثم بعدها حجرة اللي فيها قبورهم، وفيها فتحة الفجوة التي ذكرت في سورة الكهف، فجوة منه، الفتحة هذه سبحان الله تدخل معها الشمس، وتدخل بمقدار معين، وقت الشروق ما تدخل، أثناء الغروب يدخل ضوء الشمس في هذا الكهف تماما. من هيأها؟ تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال، وتقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه. هذا الكهف كله قلت لكم ما يجي 90 متر، تصميم رباني عجيب. لو في أحد في ذاك الوقت يبغى يبني قصر بنفس المواصفات تهوية أو شمس ما استطاع، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهيئه بهذا الأمر. الأمر الثاني، الشمس تدخل بمقدار معين، طبعا فتحة الكهف، بوابة الكهف خلنا نقول الجنوب الشرقي، والله قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم إيش من رحمته. أول الرحمات التصميم، تصميم هذا الكهف. 2 دخول الشمس والهواء بمقدار معين، لأن أنسجة الجسد تحتاج شمس تحتاج هواء، فالله جعل هالفتحة عشان تدخل بمقدار جدا جدا محدد. أنتم بدأتم يا أصحاب الكهف، وعلينا أن نكمل لكم ما بدأتم به، لأن الله تعالى قال إن تنصروا الله ينصركم. الفتحة اللي فوق، الملك طبعا سد الباب، الملك جاء خبر
قال لهم وين تتوقعون ينحاشون يروحون؟ قالوا إذا ما طلعوا برا البلد أقرب شيء لهم الكهف، والكهف مخيف. قال الملك روحوا خذوا حجر وسدوا فتحة الكهف عشان يموتون جوا، ما درى منه صك عشان يحميهم. اللي رتب هذا من؟ الله. وسكر باب الكهف لكن فيه فجوة فتحة فوق ما درى عنها. معهم أكرمكم الله الكلب اللي مع الراعي. الكلب وين كان؟ وكلبهم باسط ذراعيه وين؟ وش الوسيط؟ لا، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط اللي هي عتبة مدخل الكهف، هذا هو الوسيط. وبعض الناس يسأل عن الكلب أكرمكم الله هل يدخل الجنة أو لا؟ الحيوانات يوم القيامة وش تصير؟ ترابة، حتى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابة. وكأن الله هيأ، يعني كأن الكلب أكرمكم الله حراسة، خطر ممنوع الاقتراب. وهذا تهيئ رباني، المكان والتصميم والفجوة والشمس تزاور عن اليمين وعن الشمال، وهذا الكلب أكرمكم الله. بل ومن المعجزات والآيات ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وش الهدف؟ وش الهدف؟ التحرك. لا، يقولون النائم، يا سلام، النائم يقولون يتقلب وهو نائم، مو بتقلب كامل، حركة النائم أقل حركة يتحركها 30 مرة حنا ما نحس فيها. طبعا في ناس ما شاء الله يسوي على السرير مصارعة، هذا عاد هذا طالع من الحسبة. حنا نتكلم الحركة الطبيعية، يتحرك 30 مرة، يعني الجسد يحتاج إلى 30 حركة، لأن الهيكل العظمي يضغط على العضلات، عضلات الجسم، وتضغط على الدم والأوردة. لذلك تحس الواحد إذا نام كثير يقوم يحس أحيانا مواضع جزء من جسمه تعبانة. وهذه حكمة الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يتعفنون وحتى لا يصابون بما يسمونه بالمرض السريري. وهنا يحتاج، إذا قلنا 30 مرة في اليوم، كم هؤلاء تحركوا في الأسبوع؟ كم تحركوا في الشهر؟ كم تحركوا في السنة؟ كم تحركوا في 309 سنوات؟ من الذي حركهم وقلبهم؟ الله. هم نائمون، الوكيل رعاهم، وكلبهم. لذلك تجدون المرضى في المستشفيات اللي مغمى عليه، الأطباء وش يسوون به كل يوم؟ يحركونه، لأن لو جلس فترة من الزمن بمقدار معين يصير عنده مشكلة في جسده وفي عضلاته وفي أوردته، فلذلك يقلب. فالله جل وعلا نومهم 309 سنوات، وكأنه يقول نوموا ونحن نتكفل بكم. ولذلك إذا نمت قل اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، الله يتولى أمرك. لأنك إذا نمت ما تدري أن تقوم ولا ما تقوم، وقد يمسك الله روح بعض الناس وهو نايم. ولا تنام إلا وقد قلت لا إله إلا الله وسبحت وكبرت واستغفرت سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وتنام بعد ذلك. حتى لو لا قدر الله قبض الإنسان وهو نايم، قبض على التوحيد وعلى ذكر الله جل في علاه. يقول الله جل وعلا لو اطلعت عليهم، حط لهم كلب يحرسهم. شوفوا كيف تنقلب الآية، عشان ما حد يؤذيهم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. انتم نوموا، انتم خايفين، دخلتوا الكهف خايفين صح، لكن وانتم نائمين من خوف الناس منكم. من الذي تولاهم؟ الله. انتم داخل الكهف خايفين، لكن لمن اطلع عليكم، هذه حكمة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. شوفوا الآية كيف جت، قال لو اطلعت عليهم، في سياقنا البشري وش نقول؟ لملئت منهم رعبا، تخاف بعدين ايش؟
تولي فرارك. لكن هنا لا، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارة، تنحاش قبل ثم ملئت منهم رعبا. كل هذا تهيئ إلهي رباني، ينامون ويخوف الله منهم، لأن الله يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في حق المؤمنين عامة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 10 كيلو الناس تبحث عنهم، صدق الله، عجبا عجبا قصتهم عجب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قصتهم لولا أنها في القرآن ما صدقناها، لكنه آمنا وصدقنا لأنه كلام رب العالمين. قصة حقيقة كما سماها ربنا عجبا. طيب وش حصل الآن؟ هذا جوا الكهف تكلمنا، برا الكهف وش يصير؟ أهلهم أكيد دوروا عليهم صح وفقدوهم. أنا كنت اليوم عند شخص بعد صلاة العصر ويحدثني عن سنوات مضت، كنا نتكلم عن نعمة الله وعن نعمة الأمن والاستقرار، الله يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والاستقرار في هالبلاد وسائر بلاد المسلمين. وكان يقول بعض شيباننا في القديم يطلعون ويتيهون في الصحراء، يروح سفر ولا يذهب إلى تجارة ويضيع. هؤلاء لما دخلوا الكهف أهلهم جالسين يبحثون عنهم، الملك، الناس بدأت تقول شكل الملك خلص عليهم قتلهم لقاهم وذبحهم ولا علمنا. من هذا اليوم، من هاللحظة، صار في نقطة ضعف عند الملك. ليش؟ بدأت الناس تقولوا الملك ليش طردهم؟ ليش يبغى يقتلهم؟ طيب هم ناس طيبين، ساعدونا، أحسنوا إلينا. بدأوا يقولون لا، الملك طردهم لأنهم كانوا مؤمنين. قالت الناس طيب يا سلام، مؤمنين، إذن دينهم حق. وبدأ ينتشر الإيمان بسبب حب الناس لهؤلاء الشباب. عدوهم اللي كان يطاردهم بطرده لهم، أنا أقول تعليقا، إن أصحاب الكهف نومهم كانت فائدته أكثر من قيامهم ووجودهم بين الناس. أجرهم شغال والناس تدخل في الإيمان على مدار الأيام والسنين، لكنها سنة الله. الله يقدر يغير الناس في لحظة صح، لكن خلاهم 309 سنوات. لا للمتعجلين، النتائج مهيب عليك، أنت تزرع البذرة وربما يحصد ثمرها غيرك، إنما أنت منذر بس. ولكل قوم هاد، أنت ترشد توجه، ما أنت بمسؤول. يأتي النبي يوم القيامة معه الرهط، يعني عدد قليل، ويأتي النبي معه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ليس معه أحد، ما فيه نبي. نبي 950 سنة، نوح يدعو 1050 عاما، قال الله جل وعلا فما آمن معه إلا قليل. قال بعض العلم قليل، أكثر المفسرين قالوا قليل 14 شخص، وقيل 9، وقال بعضهم 3. 950 سنة ونبي ويوحى إليه ويتبع قليل. إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ما فيه، أخبرها الله، ما راح أحد يؤمن خلاص. يا أخي ليست مهمتك النتائج، عليك العمل. وقل اعملوا وسيرى الله عملكم. الناس حبتهم وازدادت محبتهم أكثر، والناس أم حسبت وسووا يوم انتشر خبرهم أنهم مؤمنين وآمنت الناس، جابت أم حسبت أن أصحاب الكهف إيش؟ ارفعوا صوتكم، وش الرقيم؟ وش الرقيم؟ تقرون الكهف؟ إيش؟ لا، الرقيم عبارة عن لوح كتبوا عليه أسماءهم، رقموا أسماءهم كتبوها. ولذلك المنطقة اللي فيها تسمى الرجيب أو الرحيب، فكتبت أسماءهم في الرقيم. قيل أنه من فضة وقيل أنه من خشب، كتبت أسماء السبعة
وبدأت تعلق، وقيل أنها علقت أمام الكهف من باب أن الناس يذكرونهم ويقولون هذول الشباب اللي كانوا سبب بعد الله في إيماننا وانتشار الحق وانتشار التوحيد. بدأ الملك تقل قيمته، حفرت أسماءهم وحبوهم الناس. ولذلك أنا أقول كما قال إن الله لا يضيع أجر إيش من أحسن عملا، وجدت في نفس السورة ترى الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. حفظ الناس لأن اختفاء مثير سبب عند الناس تساؤلات استفهامات، وش قصتهم وكيف اختفوا ولماذا الملك كان يريد قتلهم. وبدأت الهمهمة ونقل الكلام، فيه جلسات والمجالس الناس يذكرونهم ويتكلمون عنهم. بدأ الناس يتناقضون الرقيم. تخيل، أنا أقولها للي أعمارهم في 40 و50 بعد عمر طويل، أن عندك أحفاد ويجي حفيدك بعد موت بعد عمر مديد على عمل صالح إن شاء الله تعالى، ويقال والله جدي الله يرحمه كان يقال أنه بنى مسجد وزرع خيرا وفعل طاعة، كيف شعورك؟ كيف شعورك؟ هؤلاء بعد 309 سنوات راح يتفاجؤون كيف أن الأمة أسلمت ودخلت مؤمنة في الإيمان بسبب هؤلاء. يا جماعة خلد اسمك ليكن لك أثر قبل موتك، حتى إذا قابلت الله تبارك وتعالى وعندك من الحسنات والخير الكثير الذي والله الذي لا إله غيره أنه سينفعك في يوم القيامة إن صدقت وأخلصت النية لله تبارك وتعالى. الملك ضعفت سلطته بقيانوس، اهتزت مكانته، جلس فترة ثم مات. وبعدين تولى ولده، ولده كان عنده شيء من الرحب، رحابة الصدر وعدل بين الناس، وبدأت الناس تأخذ وضعها وانتشر الإيمان. ثم مات الولد وجاء ملك بعده، وتتابع ملك يتلوه ملك، حتى انتشر الإيمان والتوحيد ودخل الناس في التوحيد أفواجا. الرقيم بدأ ينتشر بين الناس، ويقول الناس العيال شفتوا السبعة ذولي تراهم كانوا محسنون وكانوا مؤمنون وكانوا طيبون وكانوا يفعلون كذا، اقتدوا بهم خلوكم مثلهم. وبدأ ينتشر حبهم بين الناس، يقولون ان الناس يحبون اللي يضحي من اجلهم اكثر ممن يعيش من اجلهم. ان تضحي للناس لانك ستعيش كبيرا وتموت كبيرا وان شاء الله تبعث كبيرا، اما اللي يعيش نفسه يعيش صغير ويموت صغير، وأظن أنه قد يبعث صغير. ولذلك أنا أقول الناس بدأت تذكرهم أكثر فأكثر فأكثر، وانتشر ذكرهم وأصبحوا هم نائمون. الله سبحانه وتعالى يجعل حسناتهم تأتيهم وهم في أماكنهم. طيب، على ماذا، ما الذي سيحصل؟ انتشر الإيمان، كيف يطلعون من الكهف؟ في راعي مزرعة، مزرعته مقابل الكهف، وبالمناسبة اللي يروح هناك يشوف في آثار مزارع، جاء يبغى يبني سور للمزرعة ونقصه حجر، قال للعمال عنده جيبوا لنا هالحجر اللي على باب الكهف كسروه وجيبوه لنا. بعد 309 سنوات يوم أذن الله أن يخرجوا، قرأنا قبل قليل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كسر الحجر، فتحوا السبعة ذولي، ويوم فتحوا يناظرون بعض، قال الله كذلك، قال الله جل وعلا وكذلك بعثناهم. قاموا ثم قعدوا ليتساءلوا أسئلة، كم لبثتم؟ توم فتحين، قال والله يوم طولنا يوم ولا بعض يوم، هم متعودين ينامون 6 ساعات، هم قالوا شكلنا نمنا 20 ساعة، يوم ولا بعض يوم ما هم متصورين، قال لي شكلنا طولنا. طيب جوعانين، الجوع ذبحنا طبيعة، طلعوا معكم فلوس؟ قالوا والله معنا هالورقة هالعملة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر
أيها أزكى طعاما، جبنا طعام لذيذ، أيها أزكى طعاما. ثم حذروه ولا يشعرن، انتبه تسبب لنا مشاكل يحسون فيك، يعني اطلع متلطم، هذه متلطم من عندي طبعا لكنها بنفس الهيئه، اطلع متخفي ولا يشعرن بكم احدا. قال الله وليتلطف، كلمه وليتلطف سوره الكهف اي جزء؟ 15. وليتلطف جاءت في نصف القران بالضبط. ديننا دين رحمة، دين لطف. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله على محمد. طلع هذا مع ورق الفلوس، ويوم دخل يناظر الطرقات، الدنيا متغيرة. 309 سنوات، شفتوا كيف اختصرتها لكم في ساعة وشوي؟ 309 سنوات. قال شكلي ضيعت، شكل المكان والله ما ادري. دخل مكان قيل خبازا وقال له اعطني طعام، مخبي نفسه ما يبغى يعرفه، ويوم طلع الفلوس ناظر العملة عليها بقية ونوس، قال وش ذا الفلوس؟ قال هذه فلوسي ابغى. قال وين بقية ونوس 309 سنوات ميت؟ قال انت صاحي ولا مبول؟ انا نايم البارح توني جايكم الان. فالراعي الطعام هذا ظن ان الولد هذا او الشاب حصل على كنز، قال تعال تعال انت شكلك لاقي كنز، علمني عشان نتقاسمه ولا بلغت عليك الشرطه. يا ابن الحلال اي كنز انت صاحي؟ انا بفكر لا تفضحنا، انا موصى انه ولا يشعرن بكم احدا، ولا تفضحني يا ابن الحلال. فيه رجل واقف من العلماء الأحبار، سمع الكلام بين صاحب الطعام قال تعال، ما اسمك؟ وش اسمك أنت؟ قال اسمي فلان. قال أعطوني الرقيم، جيبوا لي الرقيم هاللي منتشر بيننا. اسمك إيش؟ أنت معك ناس؟ قال لي. قال وش اسمائهم؟ عدد الأسماء فإذا بهم السبعة. قال يا رجل أنت كيف طلعت؟ أنتم لكم 309 سنوات، أنتم انتشر التوحيد والإيمان في الدنيا كلها بسببكم، أنتم ما في بيت اللي يحبكم يعرفكم. وذكر له القصة، وربع هناك في الكهف ينتظرونه يرجع، يقول لا يجي معك أحد ولا يشعرن بكم أحدا. شوي جت الدنيا كلها، القرية والبلد والملك، طلوا مع فتحة الكهف، قال لا فضحنا مو بصاحي. فأقبل الناس عليهم وأخبروهم بما دار، ثم أراد الله تبارك وتعالى أن يموتوا مرة أخرى. قال الله جل وعلا ليعلموا أن وعد الله حق. شفتوا الوكيل اللي يتوكل على الله يكفيه، ومن توكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللي يعتمد على الله اعتمد على قوي، الذي يلجأ إلى الله لجأ إلى ركن قوي عظيم. نعم، ولذلك لما كان هذا الأمر قال الله ليعلموا أن وعد الله حق. هذا أمر الله، تثق بالله وأن الساعة إيش؟ لا ريب فيها. ولذلك تكلمت السورة عن يوم القيامة وعن البعث وعن النشور، مثل ما نومنا هؤلاء الشباب والفتية 309 سنوات ثم بعثناهم قادرون كما خلقناكم تموتون ونبعثكم مرة أخرى يوم القيامة. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله الذي يبعثنا ويخرجنا من قبورنا ويعلم ما في صدورنا ويعلم سرنا ونجوانا، هو الله الذي لا إله غيره. القصة هذه موجودة في جميع الديانات ومعروفة في جميع الدنيا والجنسيات، الألمان يعرفونها، واليوغوسلافيين يعرفونها، والصينيون يعرفونها، والعرب يعرفونها. ليش؟ لأنها مدخل تجمع الأمة على الإيمان بالبعث والنشور، وترد على الماديين وتخبرهم أنهم أموات، أبناء أموات، وأن الله تبارك وتعالى سوف يبعثهم
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب إلى آخر الآيات. هذا دلالة واضحة وقصة ترد على هؤلاء وغيرهم إلى يوم القيامة. يا جماعة عيشوا مع القرآن. قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فآتتهم الرحمات صحوا حتى يروا ما فعلوا ثم ماتوا. ليش ماتوا؟ لأنه لا يمكن يعيش واحد صاحب القرن الأول مع القرن الرابع. لكن الله قال قوموا لتعلموا أن وعد الله إيش حق. سورة الكهف. أختم بوصايا سريعة وهي عنوان اللقاء. هذه سورة في كتاب الله. السورة تتكلم عن الفتن. ذكرت السورة 4 قصص وحوت كل قصة فتنة. قصة الفتية وفتنة الدين، وقصة أصحاب الجنتين وفتنة الدنيا والمال، وقصة موسى والخضر وفتنة العلم، وقصة من الملك، من هو ذو القرنين الذي كان يدعو الناس إلى الخير والهدى، فتنة السلطة. عنوان السورة، عنوان السورة العصمة من الفتن. عشان كذا نقرأها لنعتصم من فتنة الدجال الأكبر. 4 فتن اللي ينجو منها في الدنيا، ينجو من الفتن أو الفتنة. ما تركت أضر على أمتي من فتنة المسيح الدجال. الله يكفينا شره وفتنته. ولذلك في آخر كل صلاة تسأل ربك إيش يعصمك من فتنة النار وفتنة عذاب القبر وفتنة إيش الدجال. تسأل ربك أن يكفيك شر هذه الفتنة. خذوا قاعدة فائدة استفيدوها. بعد كل قصة يجيك تعقيب، ماذا تفعل؟ لما ذكر الله أصحاب الكهف وفتنة الدين قال الله بعدها واصبر نفسك إيش مع الذين يدعون ربهم. ولما جاءت قصة المال وصاحب الجنتين قال الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات فأصبح هشيما تذروه الرياح. الدنيا مهي بشيء. وبعد فتنة العلم في قصة موسى والخضر جاء التواضع. ولذلك كان يقول موسى عليه السلام في قصته مع الخضر وهو يعلم، لما قال موسى أنا أعلم أهل الأرض قال له يخبر أن لن يسأله عن شيء بعد ذلك. ثم فتنة السلطة، وذكر الله تبارك وتعالى بعدها آيات الموت وآيات البعث في آخر تلك السورة. خلاصة الموضوع، السورة يفهم منها هذه الفتن. ولذلك إذا استطعت أن تتعلم من سورة الكهف كثرة الحركة، الدعوة إلى الله، وتعلم كلها انطلق وقال الله سبحانه وتعالى عن قصة موسى فلما وانطلق قال حتى ذو القرنين قال أعينوني بقوة، لأنه يعرف أن الجلوس وهذه والخمول يسبب الفتن، لكن الحركة والعلم والعمل والانشغال فيما ينفع ولا يضر هو خير وعصمة من الفتن إن شاء الله. محرك الفتن إيش؟ في نصف السورة آية 50 أفتتخذونه، من هو؟ الشيطان وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. اللي يحرك الفتن هذه الشيطان. ولذلك يجب أن نفهم السورة بهذا المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة ما من فتنة أعظم من الدجال. رواه الحاكم. والمسيح الدجال يفتن الناس في نفس الفتن 4. يأتي الرجل فيما يتعلق في الدين يقول له يا آخر الزمان أنا ربك. قال أنت ربي؟ كيف؟ قال أنا أحيي وأميت، تبغاني أحيي لك أمك ولا أبوك؟ فبقدرة الله يحيي له أباه أو أمه. فيكفر الرجل لأنه ما رأى العلامة. هذه فتنة في الدين. ويأتي الرجل في المال يقول له مزرعتك ماتت
تبغاني أأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت وتؤمن بي؟ قال يلا. فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فيؤمن به الرجل ويكفر بالله. والفتنة الثالثة فتنة العلم، لأنه يعطيه معلومات غيبية الله جل وعلا أطلعها عليه فيفتن ذاك. وفتنة السلطة، لأنه يجوب الأرض في 40 ليلة كما جاء في الحديث، فيكون له قوة وسلطة. فيفتن به من فتن إلا من ثبته الله. الله يثبتنا وإياكم على القول الثابت. أخيرا أيها الأحبة الكرام، من أراد أن يعصم من الفتن فعليه أن يصبر نفسه مع الذين إيش يدعون رب. والله أني أهنيكم يا أهل المدينة، أشكرك يا شيخ عدنان، وأشكر الشيخ فهد، وأشكر أهل طيبة. حرصكم على الإنصات والحضور والصبر على مجالس الخير مو لأجل المتحدث، أنا ضعيف وأشكو ضعفي وحالي إلى الله، والله يغفر لي ما لا تعلمون، لكن أعلم أن ما دفعكم إلا الإيمان. الله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون إيش وجهه. ونحسبكم إن شاء الله تعالى ممن أراد وجه الله. قل هل ننبئكم، قال ننبئكم بالأخسرين إيش أحمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أخيرا، من كان يرجو لقاء ربه إيش فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مستويات الدعوة في السورة: ملك يدعو قومه، وشباب يدعون أمتهم، وطالب أو أقل مما كانت موسى الخضر ويدعو نبي. حركة دعوية غريبة الجميع يتقبلها، والناس كلهم دعاة بموجب هذه السورة. والعاصم من الفتن هذا الكتاب، عطني المصحف لو سمحت، هذا القرآن. جزاك الله. من أراد أن يعصمه الله من الفتن، لما قال الصحابة ومن المخرج منها يا رسول الله، قال كتاب الله وسنتي. ولذلك السورة بدأت بالقرآن وختمت بالقرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا هو، ولم يجعل له إيش احمد الله كتابكم، هذا ما في عوج. كتاب فصلت آياته، كتاب يهدي للتي هي أقوم. هذا الكلام الذي إذا قرأناه نكلم الله تعالى الله جل في علاه، هذا كلام الله. حينما تخلو بنفسك فأنت تخاطب ربك وتأنس بالله. لا يمكن أن تنجو الأمة إلا بهذا، باتباعه، بتطبيقه، بتحكيمه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويختم السورة نفسها بالقرآن: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، في آخر السورة، قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. العصمة الحقيقية من الفتن والثبات على الدين هو أن تتبع منهج الحق، منهج الإسلام، منهج الدين، أن نجعل القرآن نبراسا لنا، منهجا لنا، دستورا لنا. القرآن لا نريده فقط يقرأ تلاوة، وإن كانت هذه عبادة، أن يتدبر ويفهم ويطبق. والله لو وضع آية واحكم بين الناس بالعدل على المحاكم ما احتجنا إلى قضاة، ولو وضعت آية وإذا مرضت فهو يشفين في المستشفيات لشفي المرضى بحول الله جل في علاه أو آمنوا بما كتب الله لهم. ولو طبق الزوجين بينهما ولا تنسوا الفضل بينكم ما احتجنا مصلحين. وقس ذلك في حياتك كلها، لو طبق الساسة والحكام كتاب الله لقام العدل واتزنت الأمور في الدنيا كلها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم اجعل ما قلنا وسمعنا وتكلمنا به شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة وفي مدينة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وفي حدود الحرم وفي هذا المسجد المبارك مع هؤلاء المباركون الطيبون في بيت من بيوتك، يا رب إنك تعلم حوائجهم فقضها، يا رب إنك تعلم رغباتهم فحققها، يا رب إنك تعلم همومهم فنفسها يا رب العالمين، يا رب إنك تعلم ما في صدورهم وما يؤلمهم، اللهم ارحمهم رحمة من عندك يا رب العالمين. يا رب إن بينهم عيون دامعة دمعت من خوف أو من هم أو من حزن أو من حسرة، اللهم امسح دموعهم بلطفك، اللهم امسح دموعهم بلطفك. اللهم إن بيننا رجالا ونساء تعلم حالهم، اللهم من كان بينه وبين زوجه من الإشكال والمشاحنة، اللهم ألف بين قلوبهما، اللهم ألف بين قلوب الأزواج. اللهم إنك تعلم أن بيننا آباء مكلومين من أبنائهم، اللهم حقق لهم صلاحا في ذرياتهم يا رب العالمين. اللهم إنك ترانا وتعلم سرنا ونجوانا، اجتمعنا في هذا البيت من كل الجنسيات، لم يجمعنا إلا لا إله إلا الله ومحبة فيك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمة الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا إنا نشكو إليك حال إخواننا في أرض الشام، اللهم إنه لا يعلم بحالهم إلا أنت ولا يعلم بجوعهم سواك، يا رب من يطعم الجوع إلا أنت، يا رب من يسقي العطش سواك، يا رب من يأوي المطرودين إلا أنت، يا رب يا رب يا رب من يحمي أعراض المسلمات إلا أنت، يا رب من لليتامى إلا أنت، يا رب طال عليهم ظلم الظالمين ليس لهم إلا أنت، اللهم لا حول لنا ولا قوة. اللهم إنا في مدينة رسولك الذي نصرته يوم بدر مع قلة عدده وقلت له وما رميت إذ رميت، اللهم انصر إخواننا في أرض الشام، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في أركان وفي فلسطين وفي العراق وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم اجمع كلمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم في هذه البلاد المباركة وفي اليمن وفي مصر وفي تونس وفي المغرب وفي الهند وفي باكستان وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أقر أعيننا بوحدة الإسلام والمسلمين على التوحيد والسنة. اللهم يا رب انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم يا رب العالمين قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم. اللهم من مات منهم فتقبله في الشهداء، ومن كان مريضا أو جريحا فعافه وشافه يا رب العالمين. اللهم ردهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا فوضنا أمرنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الكريم ونحن البخلاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء يا رب العالمين. شكر الله لكم، تم الكلام وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.